ده الجهاز اللي انا استخدمته في الفيديو، وهتعرفوا اكتر عنه وعن ازاي نعمل شعرنا شكل وستايل حلو جدا فيه، وهتشوفوا كمان الفرق بين شعري قبل وبعد، وكمان هقول لكم على تريكات مهمة جدا جدا علشان ثلاث خطوات عشان تحافظي على شعرك انه ما يتقصفش وانه يبقى كويس ويبقى شكله حلو. دي المجموعة كلها، يعني كل حاجة وليها وظيفة. ده التنشيف، ده الستايلنج، كلهم ستايلنج، في كتير ستايلنج، في جزء برضو بينفع للكيرلي. تابعي الفيديو هتعرفي حاجات كتيرة وتريكات كتيرة. تعالي اقولك ازاي بعمل شعري فرد بكل امان، وبخليه بيلمع وبخليه حلو كده وياخد فوليوم ويبقى شكله جميل، وبكل سهولة في اقل من عشر دقايق بس، ممكن اقل كمان. يلا تابعين. بصي ده شكل شعري، انا شعري كيرلي زي ناس كتيرة، يعني كيرلي بس بحب اسيبه كيرلي، وساعات بسيبه بحب اعمله بالبيبي ريس، وساعات بعمله بالسشوار. ويعني النهاردة كنت خارجة كده وعايزة اظبطه واظبط شكله، وطبعا استخدمت الفرشة دي. يلا نعمل زي البلوجر. روزيا، فرشة روزيا فيها ثلاث سرعات اللي هو الكولد والكير والهاي. الهاي اللي هو بيبقى سخن، دي ممتازة جدا وانا بتنجز معايا بصراحة. اعملوا لايك اعملوا لايك اعملوا لايك اعملوا لايك. هنعمل ريفيوهات عن منتجات كتير قوي، هنحتاج الكليبسات دي، ممكن تجيبي كليبسات من اي حته. المشط برضو اللي بيفرق الشعر ده، لازم تكوني مسرحه شعرك كويس جدا قبل السشوار، وانا كنت حاطه عليه هيت بروتكت، هبقى اكلمكم عنه في الفيديوهات الجايه. وطبعا هنحتاج مثبت الشعر، هتشوفوه في الفيديو هنعمل بيه ايه. شوفوا انا بقسم القصه ازاي، بفرقها نصين وبعمل بالجنب، الجنب والجنب، يعني دي اسهل طريقه. قولوا لي في الكومنتات لو حد عنده طريقه اسهل يقول لي. دي القصه بتاعتي كعبشتها كده، كعبشتها بالبتاع ده بالكليبسات. وانا بحبكم جدا، وشكرا على الدعم وشكرا على المتابعات والحاجات الجميله، والناس بتسالني في الكومنتات انا برد على طول. بقسم شعري بقى، انت بتقسميه من ورا، خدي حاجه بسيطه على قد ما تقدري. انا عشان خول ايديا شوية، وما بقى يعني انا ما يعني مش من نوع الصبور بصراحة يا جماعة، فيعني باخد كتير شوية باخد حبة كتير، بس ببتدي بالجزء اللي تحت. طبعا ده شعري بعد ما رجعته. عايز اقول لكم الحبة اللي انا مسكهم في ايديا دول، ده كان شعري بعد استعمال كتير للبروتين واستعمالات خاطئة لمنتجات ما كنتش فاهمها، بس بعد ما درست اكتر واشتغلت في التجميل واشتغلت في شركات التجميل والادوية والحاجات دي، لا ظبطت الدنيا كويس قوي. بنعمل بقى كده بالراحة، بصوا بنعمل بالراحه خالص. يلا اعملوا لايك تاني بعد الفاصل، انا بعمل لكم فاصل كده عشان ما تزهقوش. بنعمل كده بالراحه خالص. انا خدتها على الهاي، ممكن تعمليها على الكير برضو. دي موجوده الفرشه، دي موجوده، والفرشه برضو بتاعه بيبيليز برضو ممتازه جدا، ممكن اطلع لكم في فيديو عنها. بنعمل شعرنا بيها ازاي. اللايك بيفرق، الكومنت بيفرق، الاشتراك اعملوا اشتراك لو حابين، وفعلوا الجرس بقى والكلام ده، هيفرق جدا. ان انا بنزل فيديو كل سبت واثنين واربع الساعة 8 بتوقيت مصر. ده شكل الفرشة اهو، الساعة 8 بتوقيت مصر. فقولوا لي لو عايزين مواعيد مناسباتكم احسن من كده، نقول نعمل. طبعا اعمل لكم فيديو عن ازاي اشيل الجل من ضوافري، عشان لو انت عايزة تريحي ضوافرك، عشان الصلاة، عشان الكلام ده كله هنتكلم. انا يعني انا مش دعوة بحكاية الصلاة دي، انا ما اقدرش افتي، بس هو بيدخل مية، هو بيدخل مية بدليل ان هو ساعات مع الوقت ممكن يقشر، مش موضوعنا. حاولي بقى تاخدي خصلة صغيرة خالص، حاولي بقى ما تعمليش زي كده وخدي خصلة اصغر من دي. بس انت كنت مستعجلة شوية بس، وايه وقلت هم 10 دقايق يعني ايه 11 دقيقة بالكتير قوي، وانا هعمل بصوا بتفرد الشعر وبتحافظ عليه. الفير حاجة جميلة انك تعمليه مرة في الاسبوع كفاية قوي، مش اكتر من كده، هيفرق جدا معاكي. خليكي رايقه كده وانت بتعملي، غني، شغلي اغاني، اعملي اي حاجه. باخد بقى انا قسمت الجزء اللي ورا ده حوالي 3 تلات 4 تلات حاجه زي كده. خدي كانك بتسرحي شعرك، والهواء سخن طبعا. فروه راسك لازم تبقى نظيفه، لازم تكوني غاسله شعرك بشامبو كويس. في شامبوهات كتيره موجوده في الستور عندنا في الشركه. بالمناسبه اللي عايز يطلب حاجه يبعت لنا على اللينكات كلها، في موجوده في لمحه او اباوت، اللينكات على طول بتخش عليها، او في صندوق الوصف وفي اول كومنت، يعني كل حاجة موجودة. حاولت اسرع.
بصوا يعني مش عايزة اسرع قوي عشان تشوفوا التأثير بتاعها عامل ازاي. يعني بحاول كده ايه، يعني انا في خلال الفيديو برضو ايه مش هخليكم تملوا، هقول لكم على نصايح كتير. فروه راسك تكون نظيفه كويس جدا، تكوني عامله ترطيب بحمام زيت او حمام كريم، واتكلمنا قبل كده عن كل الحاجات اللي موجوده، وفي حاجات جديده بتنزل من وقت للتاني، وهعمل لكم ريفيوهات عن كل المنتجات اللي بستخدمها او اللي عمري استخدموها. الجزء اللي قدام ده اكتر جزء بيقرفني في حياتي، ودايما ما بعرفش اقسمه، عشان كده بقول لكم لو حد عنده طريقه احلى من كده يقول لي في الكومنتات، احنا بنات شاطرين وكلنا بنستفيد من بعض. يعني مش عشان دكتورة او خبير التجميل اكون عارفة كل حاجة 100%، يعني عادي جدا، كل واحد دكتور في مجاله يا جماعة، وانا بحترم كل الناس واتمنى اكون بفيدكم. احنا هنا بنحاول نفيدكم. شوفوا بتفرد الشعر بشكل كويس جدا، اضرارها بسيطة. اي نعم ساعات بحس ان شعري ناشف بعدها بشوية بسبب الرطوبة وكده، بس يعني احسن بكتير من مظهر معين. انا يعني احب اظهر بشكل معين. هي بتفرق معايا في الجزء بتاع القداميني او القصة ده، هنوصل له. وعايزاكم تقولوا لي بتعملوا القصة ازاي، لان هي بتغلبني كتير. بصوا قسمت الشعر حوالي من بالعرض 3 وكل جزء 3. بصوا بتفرد الشعر ازاي، حتى بصوا اللمعه اللي كنا عاملينها من الفيديو بتاع الحنه، اللي جاي من فيديو الحنه ووصل لحد هنا يكتب لي اي كومنت كده، يكتب لي ان شاء الله يكتب لي حنه في الكومنت. شوفوا بقى الجزء اللي فوق ده اكتر جزء بيغلبني، لانه اكتر جزء بيبان فيه التجاعيد بتاعه الشعر، او بيبان فيه الكيرل بتاعه الشعر. فانا بحاول اقسمه اهو. برضو قولوا لي قولوا لي لو انتم عارفين طريقه او بتعملوا طريقه معينه يعني ان انا اقسم الشعر نستفيد من بعض. بس دي طريقه نوعا ما بعرف اعملها، وممكن ابقى اعمل لكم بعد كده ازاي بعمل بيبي ليس لشعري بكل سهوله برضو. يعني انت عايز تعملي بروتين، ممكن تعملي بروتين امن، بس ما تعمليهوش كتير، كفايه قوي مره في السنه، كفايه قوي قوي مره في السنه. انا بقيت بفضل الفير او بالسشوار بالبيبي ليس، فرشه بيبي ليس الدواره او الفرشه بتاعه روزيا ديت، لما اكون عايزه انجز. الفرشه الدواره بقى لما اكون عايزه اعمل لوك رهيب بقى، يعني عارف اللي هو ايه، او مثلا عامله بيبي ليس وعايزه ادي فوليوم لشعري. شوفوا قسمت شعري من الناحيه التانية ازاي. انا محبتش ان انا اسرع لكم الفيديو علشان تشوفوا ازاي الفرشه بتمشي على الشعرايه خطوه خطوه، عشان الفرشه دي تاخد حقها بصراحه، كل منتج لازم ياخد حقه. خلي بالك لو شعرك من نوع المجعد قوي مش دي اللي هتنفع معي، فرشه بيبي ليس هتنفع معي، او المجعد يعني اكتر من شعري بشويه، يعني هو ده على قد استخدام يوم مثلا، يعني يوم كده يبقى شعرك مبسوطه بيه، او يوم ونص مثلا في ظل الجو اللي احنا فيه. شوفوا بيعمل الشعر ازاي، شايفين اللمعه بتاعه الحنه، واخدين بالكم؟ اللي جاي من فيديو الحنه يكتب لي انه جاي من فيديو الحنه، واللي مش جاي من فيديو الحنه يشوف فيديو الحنه. الفيديو ده هيكون في بلاي ليست اسمها العنايه بالشعر، والقناه متقسمه لاكتر من بلاي ليست. ولو عملت شير بلاي ليست يعني قائمه تشغيل، عناية بالشعر، عناية بالبشرة، عناية بالجسم، ميك اب، مواضيع عامة، كل حاجة اقدر ان انا افيدكم بيها بفيدكم بيها. ولو عملتي شير، انت طبعا لو عملتي لايك وكومنت مشكورة جدا، لو عملتي شير لاصحابك، مشاركة يعني لاصحابك، لما تيجي تشتري منتجات للتجميل سواء بقى سشوار، بابليس، ميك اب، الحاجات اللي احنا بنحتاجها على طول، حتى لو شاور جل، هتستفيدي بعرض الصحاب. لو انت مثلا صاحبتك هتشتري معاكي هتستفيدي. جينا بقى للقصة، جينا للقصة المقرفة، انا مش عارفة يعني قولوا لي انا كده بعملها صح ولا لا. حاولت اعملها وحاولت كده اظبط شكلها. 2000 years later. نرجع تاني بعد كتير هنعمل بالفرشة اهو، بالهاي. انا عملت بالهاي او الهوت، يعني انا جبت انا مش عارفه انا بعمل كده صح ولا غلط، بس ده طريقه يعني نفع معايا شويه. لو في طريقه بروفيشنال اكتر ماشي قولوا لي عليها. انا بجيب الفرشه كده وبجيبها شمال ويمين وفوق وتحت وجنب، وبحاول بقى ان انا يعني اجيب، يعني ما تتخضوش من المنظر، انا مش بخوفكم خالص، ده شعري اهو، انا اهو. نرجع بقى لعرض الصحاب، هتستفيدي بخصم انتي وصاحبتك لو عملتي ترشيح لاتنين من اصحابك، او ايا كان لو هم عايزين يشتروا بتاخدوا خصومات على المنتجات بتاعه التجميل، حتى الاكسسوارات بنكون متعاقدين مع شركات كتير. انا عجباني قوي اللمعه اللي عاملاها الحنه، ايه رايكم؟ انا عجباني اللون اللي هي عاملاه، الضي اللي هي الانعكاس الضوء اللي هي عاملاه ده عاجبني جدا. بس كده، ده شكل القصه، ده شكل القصة.
طبعا الهيت بروتكت او السيرم اللي هيحميك من الشعر اهم خطوة تعمليها لشعرك، بس تحطيه قبل ما تستخدمي الفير بساعة مثلا او ساعتين او اكتر. لازم تكوني حطاه قبلها بفترة، خلي بالك من النقطة دي كويس قوي. حاجة بقى مهمة، لازم ترفعي شعرك كده كأنك ايه تسعيناتي كده، عشان تدي الفوليوم اللي هو فوليوم القصة زي ما شفتي كده في اول الفيديو. وهقولك بقى على تركة تعمليها عشان تحافظي على شكل شعرك في الصيف ده، هقولك نعمل ايه ونستخدم ايه. انا بس شعري كان يعني الرطوبة واكلاه وغسلاه كتير من الحر ده، بس بيس يعني كويس. يلا لو وصلتي حد هنا، لو انتي من الجميلات والحلوات اللي وصلتي حد هنا، اكتبيلي في الكومنتات انك وصلتي حد هنا او كملتي حد اخر الفيديو. شوفوا هنعمل ازاي بقى، هنظبط اللوك ازاي. طبعا ممكن تعملي بالفرشة العادية، طبعا لازم بعدها، شفتوا انا عرقت ازاي من كنت جو كان حر قوي، لازم تعملي بعدها ايه بقى، تبردي. دي التركة بقى اللي هتحافظ على شكل شعرك، تبردي اللي تشتغلي على الكول. انا كنت شغالة على الهوت او على الهاي، اشتغلي على التبريد. التبريد هيحافظ على شكل شعرك وهيحافظ كمان على شعرك وهيقلل الضرر اللي حصل من الرطوبة. انا طبعا شلت الفرشة عشان ايه اهوي كده على شعري، اهوي كده على شعري. هعمل لكم الفوليوم دلوقتي، ما تقلقوش من الشكل ده، هعمل لكم الفوليوم دلوقتي اهو. بصوا شوفوا ظبط ازاي. يلا لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك وسبسكرايب واسالوني في الكومنتات وشير وحاجات كير والكلام ده كله. بصوا وشوفوا بقى الفيديوهات في قوائم التشغيل كلها. حطيت السبراي اللي هو بيثبت التسريحه، بجد حلو قوي، بيثبت لي التسريحه بشكل حلو جدا، ويعني على بقيه شعري، بس انا بحب احطه على القصه اكتر. شفتوا كمية العرق اللي انا عرقتها؟ يعني بصوا، شكرا شكرا ليكم. لو وصلت حد هنا في الفيديو سلام.